قريب فجاء قبل الأحبة في الليالي هاتف قبل الأحبة في الشمس والقمر الجميل أضاء ودعا عيون الحاضرين بحبلنا ما لم تكن أبدا ترى وسمى عشان خاطر الكريم العظيم سكينة سيد زين تاني ايه يا عم رضا سيب شو بحاجة ايه يا عم رضا ايه يا عم رضا عشان التصوير ما يلتموش حالي منه كده ما حدش يلتم بس نوقف يا عم رضا اصبر يا عم رضا صلى على النبي اسمع صلى على النبي عشان برضه الناس ابي احبتي في فالشمس والقمر الجميل فالشمس والقمر فالشمس والقمر الجميل أضاء وترى عيون الحاضرين بحفلنا ما لم تكن أبدا تراه سماع يا رب ألف بالمعدة بين وسكنا لآدم قد أتت حواء يا رب ألف بالمعدة بين وسكنا لآدم قد أتت حواء يا رب واشمل جميع الحاضرين بفرحة أنت وفيك فيك رجاء ربنا نور عليك يا شيخ رمضان لسه ما حدش استعجل لسه هيجيب لكم امير يا بيت واشعار سيدنا رسول الله يا شيخ رمضان خليك على بيت سيدنا رسول الله واشعار خش على الناس يا يا أهل بيت النبي لحب الله حب الأولياء
لحب الله حب الأولياء وحب نبينا سيدنا النبي وحب نبينا وحب نبينا للأتقياء نجل مقامهم في القلب دوما فهم للعين عين عيني يا عين عيني يا عين عيني عيني فهم للعين من نبض الطياء. ألم تسمع ألم تقرأ لقول الله نورا فلا صلى على النبي تاني. تسلم يا سيدنا النبي تجلى عليك ربنا يا عم ربنا فتح عليك الحمد لله. لا اله الا الله. اشرب يا حبيبي لحب الله حب الاولياء في حب زينب يروق لنا الكلام في حب زينب يروق لنا الكلام وفي محرابها وفي قرابها يخلو لنا القيام هي بنت من هي أخت من هي بنت من هي أخت من هي بنت فاطمة الزهراء والإمام أخت الحسنين ذوي القدر الرفيع والمقام من زارها بحب أبداً 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 أبداً, أبداً لا يطام فهي التي كل الولاة لها يا مولانا مين جدهم؟ صلى الله عليه وسلم جدهم مين جدهم؟ المصطفى جدهم صلى الله عليه وسلم عنه وارضاه الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا مولانا ربنا يزيدك. شوف زي ما بتمتعنا عند الاولياء تمتعنا عند الشيخ احمد انت بتمتعنا بقى كل ستنا اللي هنا في النهضه قبل الحروب كتير بس ربنا يزيدك ربنا يزيدك يا مولانا متعنا زي ما بتبتعنا عند الأولياء لحب الله حب الأولياء وحب نبينا للأتقياء نجل مقامهم في القلب God.
فلا لو لمن أدناه رب ونحذر خيفة فرط الثناء قل للمجافي الأولياء وعلمهم قل للمجافي الأولياء وعلمهم إياك عن بعد من السنخاء يا رب لا رب غيرك يعلم حالنا أنت الكريم واسع عنا مائي الله تجلى من حضرة ربنا رضا من عند ربنا يا سيدنا النبي يا المدينة المنورة أسكنك الله يا من عليك صلى الله إذا زرت بعد صلوا على سيدنا النبي إلا